بولس بكشف اصحاب ماسي استبكان النوبين عليه مرقس بابوسطولوس وبإيفانجيليسيس بمصري خليم قر انت بمرقس الروسي اخيا كيرو عيني روني تمك ايفانجيليون هاكي صابوني بيوت نمشير انت الخيب كاكي خوني في اوني ميات بولي مكون كتاب والخستاب والخالد بيب شي اسمو الاخير تلك الجرب الاخير الارقائي اواني وزاجي اقول شارب لكس بيكم اجي شري راكو وارتر وشري بيوانجلسي شري بيابو صوصا وامر خستوري موز وريم بشاي شري يبون بسيوري مصر وكيلسي سابا ماركوس بيابو صوروس تبكاني النوبين عني شاشرون بابكو كيغون جويس واب جيورجي اسر بجم مورونا نوموس افتيا بروفي ميني بوش بون بلوغ اسمو سوزي بمناتي الزوت الروزي تفنشي الاخر في اخون بورو بيخرج نغير بصار النم دافيد جاب قوتل ونجنس مصير الاخر ابراني اسمن نتاتشين باتشين مش نمو ونشي غربي بكتايو وشويس بورو جيورجي اسر بكريستوس راشيني نحن يرسليم انتين شيرين اكواتين وشيري بشوين جني وشيري بياسلو فورس مش السبور غورغيوس وبيم بشي سريه كم بسلو فورس مارتينوس بشي السبور غورغيوس بكان النوبين عني بول شوف انت في رومي جيموين بكوس مصر فانت بتوس بشيشي وبي بوين خناب ليون يا جيوس عفا مينا وصدي متصادت منو تياكوين بكوز مصر في صفحين بفوز ما تاكو طفتي انت بفسي شيب بون بفسو ما بيك روما فشبان نشب واسانوس اسم بشر مبنو تيتون اسم بايا بن سوتير ورف يكون المبنو رو افتي نابن يا غصوني ترد بان نفيرو شر راكو وارتين وشر بشوي جني وشر بياسلو فرس بياقي وصابا مينا ويم شوي سري يكون قصدو فرس مارتيروس بياقي وصابا مينا تفكان انو بينا نيرو شوين سوار سبسيقون خلما اشتركين خيتو تنشتريب ترين صوتو كوز تم بارسنوس السيون بين هاتيون في طريق بس من صوتير الأغاز صوت الفرين أحيسي والهارون تفسمنا لنت فيريني شريني وتي بارسن صورو من أليسيني شريم شوشون تي بنجوز أريك فونا لنمانويل انتي هو عريب النبي وكي أفروش تاتي ستنو مهرم بن شويس يسوس بخرس بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب نعبد كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن رب واحد يسوع المسيح من الله الوحيد المولود من الآب كل ولده نور من نور لا حق من لا حق مخلوق غير مخلوق من سواه لا انفجار لازمية كان كل شيء هذا لازم يجني على البشر من اجل خلاص نزل من السماء تجسد من روح القدس مريم العذراء لان الصلب عنا بلاص بنت الا مقبول اقام لا يموت بس من القدس صار الى السماوات وجلس على يمين نبي قائد الناس في مجده الذين احيا والاموات الذين اسمه القضاء نعم نور الروح القدس الرب القسم لا بنزل من مجده مع الاب والابناء في الانبياء بكنيسه وعن قدس جامع صنيع نعترف بمعادية واحدة لمخلوق تنتظر قيامة الأموات وحياة
Oh.
Maria, Mother Emmanuel, Salve Maria, Maria.
السلام لك يا مريم العذراء الحقيقية، السلام لك يا مريم. قال اسمه السلام لك يا مريم خير الزن سناديا، السلام لك يا مريم نعمة جبرائيل، السلام لك يا مريم رجل غير مضمحل، السلام لك يا مريم على إسحاق القديس، السلام لك يا مريم أم القدوس، السلام لك يا السلام لك يا مريم ربوات مضاعفة، السلام لك يا مريم فخرية وزا، السلام لك يا مريم يا أم السيد، السلام لك يا مريم فرازة موسى، السلام لك يا السلام لك يا مريم سابا أيوب البار، السلام لك يا مريم الحجر الجوار، السلام لك يا مريم أم الحبيب، السلام لك يا مريم ابنة الملك داود، السلام لك يا مريم نعم الضانية، السلام لك يا مريم قوة إلي، السلام لك يا مريم نعمة نشاع، السلام لك يا مريم الحمام الحسن، السلام لك يا مريم قوي الله، السلام لمريم التي شهد لها جميع الأنبياء وقالوا هو ذا الله الكلمة الذي تجسد منك بوحدانية لا ينطق بمثلها، مرتفعا في الحقيقة أكثر من عشر أيها الممتلئة نعمة ثانية العصا إلا مريم في غير مضاضع ابن عدي الكلمة الذاتي بصلاتي وشفعتي، افتح لنا يا رب باب الكنيسة،
فزهرت وأوصقت ثمرا لأنك ولدت الكلمة بغير زرع بشر وبتوليا بغير بشر. فلهذا نمجدك كوالدة الإله، اسألي ابنك ليغفر لنا. أمين بورون تتيرين مويناني تكيرين اسمناني تكيرين كان النوبي ناني بول المؤمنين. السلام لك يا مريم يا صلاح للخطئين. السلام لك يا مريم يا ضياء البرية. السلام لك يا مريم يا نار ونقية. السلام لك يا مريم يا زهرة بأجل بيان. السلام لك يا مريم يا عروس للديان. السلام لك يا مريم يا غالية وثمينة. السلام لك يا مريم يا فضلة وأمينة. السلام لك يا مريم يا قوية في الحروب. السلام لك يا مريم يا كنز الله المرهوب. السلام لك يا مريم يا لوح العهد الجديد. السلام لك يا مريم يا معونة لمن يريد. السلام لك يا مريم يا نسل طاهر مغبوط. السلام لك يا مريم يا هيكل نقي مضبوط. السلام لك يا مريم يا والدة الإله. السلام لك يا مريم يا ليئة له في علاه. السلام لك يا مريم يا ياقوت غالي الأسمن. السلام لك يا مريم يا وردة في البستان. تفسير اسمك في أبواب كل المؤمنين. الكل يقول
أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين رسل أطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا ما أنتم فطوبى لعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسين صلوا من أجل الإنجيل المقدس سيدنا كل الذين أمرونا نذكرهم في سؤالاتنا تضرعات نقدم إليك ربي لنا الذين سبقوا فرقدوا ربنا يحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاءنا كلنا شفانا كلنا قيامتنا كلنا يا صوت امتاشين يا نفرق بماش غريب ومشين بينا وسنين بيتر فنتبه جعب يروير باسمين بالصاجو انصمت شو سليلو يا افو بخوف امام الله وانصتوا لسماع الانجيل المقدس فصلوا من بشارة الانجيل معلمنا ماري ماركوس البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا امين من مزامير دراتيل معلمنا داود النبي بركاته على جميعنا امين فلتكن رحمتك يا رب علينا كمثل اتكالنا عليك هو زعينا الرب على خائفه والمتكلين على رحمته مبارك الآتي باسم الرب للقوات ربنا وإلهنا ومخلصنا ومخلص نفوسنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين وللوقت ألزم تلاميذه أن يركبوا السفينة ويسيروا أمامه إلى العاب إلى بيت صيدا حتى يصرف الجامع
فلما ودعه مضى إلى الجبل ليصلي، ولما صار المساء كانت السفينة في وسط البحر وهو وحده كان على الشاطئ، فرأوا معذبين في الجزر لأن الريح كانت ضدهم. وفي الأزياء الرابعة من الليل أتاهم ماشيا على البحر وكان يريد أن يتجاوزهم، فلما رأوا ماشيا على البحر ظنوا خيالا فصرخوا لأن الجمع رأوا واضطربوا. فللوقت كلمهم وقال لهم تشجعوا أنا هو، لا تخافوا. فصعد إليهم إلى السفينة فسكنت الريح فبهتوا جدا في أنفسهم لأنهم لم يفهموا بالأرغفة إذ كانت قلوبهم غليظة. فلما عبروا إلى العبر جاءوا إلى شاطئ جنيسارات وأرسوا، ولما خرجوا من السفينة عرفوا للوقت فطافوا جميع تلك القرى وابتدوا يحملون المرضى على أسرة إلى حيث سمعوا أنه هناك. وحيثما دخل إلى القرى أو المدن أو المزارع كانوا يضعون المرضى في الأسواق وكانوا يطلبون إليه أن يلمسوا ولو هدب سومي، فكان كل الذين يلمسونه يشفون. والمجد لله دائما. يا أبانا الذي في السماوات، تسكيف الله سمون تكري أكلينتي يومون سوكيري نصبو من سيوم تبوب آمين إيرين إباسي نواتي سيد رب يسوع المسيح من الله الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل ألام المخلص المحيي الذي نفخ في وجهة تلاميذ القديسين رسله الأطهار قيل نقبل روح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت من أمسكتموه عليهم أمسكت. أنت الآن يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار نعمت على الذين يعملون بكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسة يغفر الخطايا على الأرض يحل واربطه كل ربطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاح يا محب البشر عن عبيدك أباء الكهنة إخواتي وشمامسة أبائي وإخواتي وضعف المنحني ربوس ثم مجدك ارزقنا رحمتك اقطع كل ربطات خطايانا إن كنا قد أخطأنا لك بشيء بعلم بغير علم بجزع القلب بالقول بالفكر بالفعل بجميع الحواس. أنت العارف ضعف البشر كصالح ومحب البشر نعم لنا مغفرة خطايانا باركنا طهرنا حاللنا حالل كل شعبك قومنا لرضاك الصالح المقدس. أمين. كريالايسون كريالاي كريالايسون النهاردة كورال معانا كورال كنيسة ماري جرجس هليوبلس، نسمع ونتعزى بالترانيم الروحية والموسيقى الحلوة وربنا يعوضهم خير عن محبتهم جيهم النهاردة. إن شاء الله يبقى معانا أبونا بشوي وهبة إن شاء الله ربنا يجيبه بالسلامة.